الإنسان يعجز عن التعبير. وشكر لقيادة شرطتنا والمتمثلة بجيش شرطتنا والعاملين وإلى كافة العاملين الذين بذلوا جهود حثيثة مثمية في متابعة هذه القضية، وخص بالذات الرائد البطل محمد طلال الذي لم يتوانى أبدا في جمع المعلومات ومتابعة هذا الموضوع. كما أشكر القضاء العادل الذي سلط ضوءا على هذه القضية. بتاريخ 24/3/2017 وردنا إخبار من أحد المواطنين بقيام عصابة بالسطو المسلح على أحد الدور وسرقة عجلة نوع سوناتا. على الفور تم تشكيل فريق عمل وتم التحري والبحث عن المجرمين، والحمد لله تم القبض على أحد أفراد هذه العصابة الذي اعترف صراحة بقيامه بالجريمة مع بقية أفراد العصابة، وصدرت بحق الآخرين أوامر قبض من القضاء. هنا أود أن أعرج على نقطة أن جهاز شرطة نينوى وخاصة مديرية مكافحة الإجرام ساهرة على أمن وسلامة المواطن، وتم الكشف والقبض على العديد من العصابات الذين يقومون بهذه الأعمال الدنيئة. أيضا هنا أود أن أقول أن القضاء في محافظة نينوى متعاون بشكل كبير جدا مع جهاز الشرطة، ويعملون معنا ليلا ونهارا في متابعة القضايا وإصدار الأوامر القضائية وكافة الأمور اللي نحتاجها. لذلك يسير الأمر بشكل قانوني ونظامي، وإن شاء الله سنلاحق كل جريمة في هذه المدينة من أجل القضاء على من تسوي له نفسه أن يعبث بأمن مدينة الموصل.